لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته. كلامنا في سورة الأنفال المباركة، وكنا قد وصلنا في المرة السابقة إلى قول الحق تبارك وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذه الآيات العظيمة تتكلم عما حدث في غزوة بدر الكبرى، غزوة بدر المباركة، كما أخرجك الله عز وجل يخبر فيها عن حال المؤمنين، كما أنكم لما اختلفتم في الغنائم فانتزعها الله عز وجل منكم وجعل قسمتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أمرك ربك يا محمد بالخروج من المدينة للقاء عير قريش، وذلك بالوحي الذي أتاك به جبريل مع كراهة فريق من المؤمنين للخروج، لهذا الخروج، وذلك أنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال لأصحابه لما علم صلى الله عليه وسلم بالقافلة التي كان يقودها أبو سفيان لقريش، قال لهم: هذه عير قريش فيها أموالهم، فخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها لعلكم تأخذونها أنفالا ينفلكموها الله عز وجل. ولم يعزم على أحد بالخروج، بل ترك صلى الله عليه وسلم الأمر للرغبة المطلقة، لأنه لم يكن يتوقع عند هذا الانتداب لهم أنه سيصطدم بجيش مكة بدل العير. هذا الاصطدام العنيف الذي حدث في بدر، ولذلك تخلف كثير من الصحابة في المدينة لأنهم يحسبون أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى ومن معه إلى العير، ولم ينكر على أحد تخلفه لأن ده أمر اختياري، جعله اختياريا لهم: خرجوا، هذه عير قريش فيها أموالهم، فخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 310 رجلا، ولم يحتفلوا لهذا الخروج أو لم يتخذوا الأهبة اللازمة، لأنهم ما كانوا يظنون أن هناك حربا وقتالا،
ولذلك لم يكن معهم إلا فرس أو فرسان. ومعهم 70 بعيرا يتعاقب الرجلان أو الثلاثة على البعير الواحد. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم. خرجوا وأبو سفيان كان حذرا شديد الحذر وهو يقود هذه القافلة، ولذلك وصل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه ليوقع بهذا العير لهذه القافلة. فأرسل إلى قريش يستنفرها، أرسل إليهم ضمضم بن عمرو الغفاري كما هو معلوم مستصرخا، وهذا ما فعله حيث لما وصل إلى مكة نادى فيهم: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. فخرج أهل مكة معهم صناديدهم وكبارهم كما هو معلوم في قرابة 1000 مجهزين للقتال مهيئين له، قد أخذوا بكافة الأسباب، على رأسهم أبو جهل وأبو سفيان وغيرهم منه، وتيامن هو أي أبو سفيان بعيدا غير طريقه فأفلت بالقافلة والعير. وخرجوا من مكة في حالة وصفها القرآن بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله كما سيرد في السورة. ولما بلغهم أن أبو سفيان قد نجا بقافلته اختلفوا وكادوا يرجعون، ولكن قام طاغية قريش أبو جهل في غطرسة وكبرياء وقال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيام، قينات يعني المغنيات، وتسمع بنا العرب فلا يزالوا يهبوننا. فتابعوه في نهاية المطاف وخرجوا أتموا أمرهم، وهذا معلوم في السيرة كما تعلمون. هنا بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد خرجت لقتاله، والعير قد أفلتت ونجت، فتغير الأمر، هم خرجوا للعير فأراد الله النفير، والنفير هو هم أهل مكة الذين خرجوا استنفروا للحفاظ على أموالهم ومنعها من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هم النفير. هنا راح النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، الوضع تغير وتبدل، الوضع تغير تماما وتبدل بعدما كانوا خارجين لأخذ العير والقافلة والمال.
الأمر سيكون قتالا وحربا ومواجهة الأخرى. وهنا تزعزع قلوب فريق من الناس، خافوا اللقاء الدامي لأنهم لم يتأهبوا له، لم يأخذوا بالأسباب والأهبة الكافية له، لم يتأهبوا له، فكرهوا هذا القتال. انتبه معي، لم يستعدوا الاستعداد الكافي له، ولم يتهيأوا لهذا القتال فكرهوه. وهذا أمر بدهي، إنسان طبع يغلب الطبع البعض، لأنك لم تأخذ بالأسباب الكافية. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أدية اللي كرهت هذا، اللي قال الله فيهم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين. انتبه معي، تبين الله عز وجل وعدك إحدى الطائفتين، يجادلونك في الحق اللي هو الجهاد وتلقي النفير من قريش ومواجهة قريش في هذه الموقعة الفاصلة، بعدما تبين أي ظهر لهم أنهم ينصرون فيها، لأن الله وعدكم إحدى الطائفتين أنها لكم، إما العير أو النفير، إما أن تنالوا العير وإما أن تنالوا الأخرى وهي النصر على هذا النفير. طب العير لم يأخذوها، يبقى بقيت الأخرى وهي وعد الله لهم بالنصر، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت وهو ناظر إلى أسبابه. وكان ذلك كما قلت لقلة العدد وعدم الأهبة، 310 رجلا ليس معهم إلا فرسان، 70 بعيرا كانوا يتناوبون عليها في مواجهة قرابة 1000 من المشركين، وخرجوا بعدتهم وعتادهم. انتبه، خرجوا بعدتهم وعتادهم. من هنا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يؤكد أن القتال لم يكن واجبا، لأن الواجب لا استشارة فيه، لا تشاور فيه. فقام أبو بكر رضي الله عنه قال وأحسن، وكذلك عمر، وقام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، قرابة المكان قريب من الحبشة أو في الحبشة، لجالدنا معك من دوني حتى تبلغه، أي لقاتلنا معك حتى تصل إلى مرادك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له خيرا ودعا له، ثم قال أشيروا عليه، لأن دول كلهم المهاجرون اللي تكلموا، وهو يريد الأنصار الذين كانوا قد بايعوه على أن يمنعوه في المدينة مما يمنع منه أولاده وأهليه، ولكن الموقع خارج المدينة. انتبه معي، فقال أشيروا علي أيها الناس، وهو يريد الأنصار، فاطن الأنصار لذلك. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال له ولكأنك تريدنا يا رسول الله، قال أجل. فقال له رضي الله عنه قد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق،
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت. فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إن لصبر في الحرب صدق في اللقاء، أي أصحاب صبر في الحرب وأهل بأس وصدق، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. ثم كان ما كان من التفصيل الذي سنجده في السورة من هذه الغزوة المباركة. فالله عز وجل قل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. انتبه، كما أخرجك ربك من بيتك يا محمد بالحق انظر، فريقا من المؤمنين، ذكرت أنهم الذين تذبذبوا لما علموا أن هناك قتالا ولم يتهيأوا له، فحدث نوع من الكراهة لذلك، كما هنا، أي أنكم كما اختلفتم في المغانم فانتزعها الله، ابتزع منكم قسمة الغنائم بعد اختلافكم هذا وتنازعكم، وجعل هذا إلى الله ورسوله، فكان في هذا البركة حيث أصلح هذا ذات بينكم وسلمتم من النزاع والشقاق، فكان في هذا البركة والخير لما انتزع ذلك منكم وجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك سيكون أيضا الخير فيما أراده الله عز وجل لكم من النفير للعير، فالمعنى أن حال بعض أهل بدر في كراهتهم تقسيمك الغنائم بالسوية، مثل حال لما حدث ما بين الشبان والشيوخ كما ذكرنا في الآيات الأولى في سورة الأنفال، مثل حال بعضهم في كراهة الخروج للقتال، مع ما في هذه القسمة والقتال من الخير ومن خير وبركة عظيمة، أي أن الحالين يشبه بعضهما بعضا. كراهة الحال الأولى، كراهة حدث هنا في وقعة بدر، كراهتان: كراهة قسمة الغنيمة على السوية لما حدث هذا من الشبان لداعي الطبع طبعا وتأويلهم بأنهم باشروا القتال دون الشيوخ. الكراهة الثانية كراهة قتال قريش، وطبعا عذرهم فيها في كراهة هذا القتال كما ذكرنا أنهم خرجوا من المدينة ابتداء لقصد الغنيمة ولم يتهيأوا للقتال، فكان ذلك سبب كراهتهم للقتال. فهنا شبه الله عز وجل إحدى الحالتين بالأخرى في مطلق الكراهة، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي الخروج. ثم تمضي الآيات، يجادلونك في الحق بعدما تبين كما ذكرنا اللي هو الجهاد،
وتلقي النفير تبين أنه لا مفر من القتال ومن مواجهة قريش، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم يقول الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، يعني يجادلك يا محمد فريق من المؤمنين في القتال من بعد ما تبين لهم أن ذلك واقع لا مفر منه، كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا. ثم قال تعالى: اذكروا أيها المجادلون وعد الله لكم بالظفر بإحدى الطائفتين، إما العير وما تحمله من أرزاق، أو النفير وقتال الأعداء والانتصار عليهم. وأنتم بالطبع تحبون الظفر بالعير دون قتال، ذلك قال الله عز وجل: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يعدكم الله إحدى الطائفتين، إما العير أو النفير، أنها لكم، ستنالون هذه أو تلك. أنتم تودون تحبون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، غير ذات الشوكة اللي هي العير، لا شوكة فيها، لا ألم ولا قتال ولا موت ولا إزهاق للأرواح. انتبه، ذات الشوكة اللي هي النفير القتال، لأن فيه سلاح، الشوكة اللي هي السلاح وحدته وما يترتب عليه من قتال وإزهاق للأرواح. فأنتم تحبون غير ذات الشوكة كما هو طبع الإنسان، ولكن الله عز ولكن الله عز وجل يحب لكم الأخرى، ويريد الله أن يحق الحق الأخرى للقتال والجهاد. لماذا؟ لما فيه من إحقاق الحق وإزهاق الباطل، لما سيترتب عليه في هذا اليوم، يوم الفرقان، من أمور عظيمة لن تنالوها إلا بهذا القتال. انتبه معي، يريد الله أن يحق الحق، أن يثبته ويعليه، وهو دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، بكلماته أي بآياته، الله عز وجل يحق الحق بالبينة والبرهان بالأدلة، كلماته بالأدلة والبراهين التي يقيمها على صدق هذا الحق، وكذلك بالسيف والسنان. وهذا يوم كما أظهر الله الحق بكلماته وأيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدلة والبراهين على صدقه، سيؤيده أيضا في هذا اليوم العظيم بالسيف والسنان، ليجتمع في نصرة الحق الأمران. فالحق يظهر ويعلو بالحجة واللسان وبالسيف والسنان. ولذلك كان من الكلام العجيب الباطل الذي راح به أحد المخذلين أصحاب الدعوات الباطلة يخاطب أهل الجهاد في فلسطين الآن، الذين يتعرضون لهذا الأذى، وهذا يخاطبهم بجاهدوا بالسنن، وكأن القتال يتعارض مع السنن، وهذا فهم معوج مخالف لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق كما ينصر بالسنة والأدلة والبراهين باللسان، هو جهاد الحجة واللسان، ينصر أيضا في مواطن الجهاد، لا سيما هذا جهاد دفع، بالسيف والسنان. انتبه، مش جهاد دفع في بدر، لا، أنا بتكلم على أهل فلسطين. فالحق ينصر بالأدلة والبراهين، وينصر كذلك بالسيف والسنان في مواطن الجهاد في سبيل الله. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الرد عليه: أهو النبي في بدر ويبدأ قتالا وبالسيف مع أصحابه، وعلى الرغم من قلة عددهم وعددهم،
صلوات الله وسلامه عليه. فهل اكتفى النبي بالجهاد باللسان بالسنة فقط، أم جمع بين الأمرين؟ كان قبلها قبل بدر يرسل سرايا، ثم جاءت غزوة بدر يقودها بنفسه صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الغزوات التي كانت بعد ذلك. انتبه، فالحق يحتاج كما يحتاج إلى 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 نصرة بالحجة واللسان، يحتاج إلى السيف والسنان عند القدرة على ذلك. ولذلك قال الله عز وجل: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، أن يستأصلهم فلا يبقي منهم أحدا. انتبه معي، فأنتم تمنيتم وأحببتم أمرا، والله عز وجل أحب الأخرى لما فيها من الفوائد والحكم العظيمة. انتبه معي، من قتل سينال الشهادة في سبيل الله، ويا لها من منقبة، ويا لها من أمر عظيم. انتبه معي، ثم يبين تبارك وتعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، ليثبت هذا الدين الحق، لأن هذه الموقعة كانت الفاصلة، يعني الفرقان. انتبه معي، ولذلك خصت بدر بأشياء لم تخص به غيرها. يعني أنتم هذا العدد القليل الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمى البدريين، هذه منقبة خاصة بهم البدريون. وكما قال النبي في حقهم صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. انتبهوا إلى 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 ما هذا كان لا يعدل لا عير ولا أي شيء آخر، فضلا بقى عما ترتب على هذا اليوم من النصر العظيم وتثبيت دولة الإسلام. ده اليوم اللي الدولة فيه ثبت أنها خلاص دولة لها وجودها ولها كيانها، وكانت بداية الانطلاقة الكبرى لتبلغ هذه الدولة مشارق الأرض ومغاربها. انتبهوا معي، لتعلم أن الله عز وجل حينما يريد لك شيئا لا تحب ولا تريد أنت وأراد، فالخير فيما أراده الله عز وجل، وفيه من الحكم العظيمة التي تفوق على الحصر. ولذلك العبد يسأل ربه أن يختار له وأن يدبر له تبارك وتعالى. فليحق الحق ويبطل الباطل، ليثبت الدين الحق ويمحق الدين الباطل. انتبه معي، باستئصال أهله مع ظهور شوكتهم ولو كره المجرمون أي المشركون. فالله عز وجل يريد هذا. ثم يقول تبارك وتعالى بعد ذلك، تبين الآيات خلاص، يذكر لجوءهم إليه واستمدادهم منه النصر يوم بدر، لأنه خلاص أيقنوا أنها الأخرى ورتبوا الترتيب على ذلك. وأشار سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسبقوا الكفار فيتخندقوا أو يجتمعون يتكتمون حول بدر، فنشرب ولا يشربون كما تعلمون من الغزوة. فهنا بدأوا يستغيثون ربهم: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. انتبه، استغيثون ربكم تبارك وتعالى، تسألونه وتلجؤون إليه أن يغيثكم، فاستجاب لكم تبارك وتعالى وأغاثكم، أغاثكم بعدة أمور، منها أن الله أمدكم بألف من الملائكة مردفين، أي يردف بعضهم بعضا. وما جعله الله، أي ما جعل إنزال الملائكة، إلا بشرى لتستبشر به نفوسكم ولتطمئن به قلوبكم، وإلا فالنصر بيد الله،
ليس بكثرة عدد ولا عدد، ولكن هذا لتطمئن القلوب وتهدأ، ولتستبشر النفوس بوعد الله تبارك وتعالى: إن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغالبه مغالب، بل هو القهار الذي يخزل عدوه ولو بلغ من الكثرة ما بلغ وقوة العدد والآلات، فإن الله عز وجل يخذله، لأن الله الذي بيده النصر يدبر أمر الكون تبارك وتعالى. انتبه، فهو عزيز فهم يستغيثون. وطبعا ما ورد في استغاثتهم لا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم جعل يهتف بربه ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتى أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداؤه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل الآيات: إذ تستغيثون، بسبب، انظر، فذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. استبشر، انتبه معي، لأن نزلت الملائكة وكان من شهد بدر من الصحابة يسمى بالبدريين، وكذلك من الملائكة لهم منزلة خاصة الذين قاتلوا في بدر. ولذلك جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ انتبه معي، كذلك قال لما أخبره من أفضل المسمين كلمة يعني البدريين، قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. فانظروا يا عباد الله كيف استغاث النبي صلى الله عليه وسلم، وبات يدعو ويهتب ويسأل ربه النصر على الرغم من أن الله قد وعده. فما بالنا نتكاسل عن الدعاء لإخواننا وللمسلمين ولأنفسنا؟ ما بالنا، ما بال أحدنا يذهب يتألم ويتحصر ويترك ما بيده من الدعاء، لا سيما في الأوقات التي يستجيب الله عز وجل الدعاء فيها؟ لماذا نهمل هذا الأمر؟ لماذا نهمل هذا الأمر العظيم، هذا السلاح الفتاك، سلاح الدعاء؟ انتبه معي، لماذا نغفل عن أن النصر بيد الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى ناصر جنده؟ انظروا، ألا نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم فنستغيث بربنا ونسأله ونلح في الدعاء أن ينصر عباده وأن يمدهم بمدد من عنده؟ فإن الله عز وجل قادر على أن يدحر عدوه وعلى أن يرد كيدهم في نحورهم مهما تكتبوا من هنا وهنالك، فإن الله عز وجل قادر على أن يلقي الرعب في قلوبهم وأن يرسل ملائكته وأن يقطع دابرهم تبارك وتعالى. قادر على هذا، قادر، لأنه هو الذي ينصر عباده: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، استقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا يمددكم ربكم بخمسة آلاف، إلى آخر الآيات. انتبه، وهذا من باب البشرى، من باب البشرى. ولذلك قال العلماء جمعا بين الآيات، بين هذه الآيات في سورة الأنفال وسورة آل عمران، أنهم لما استغاثوا أمدهم بألف، ثم أمدهم بتمام ثلاثة آلاف، ثم أمدهم بتمام خمسة آلاف،
لما صبروا واتقوا. وكان هذا التدريج كما بيّن ذلك ابن القيم رحمه الله ومتابعة الإمداد أحسن موقعة وأقوى لتقويتهم وأصر لهم من أن يأتي مرة واحدة. انظروا، وبمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة جمعا بين الآيات. انظروا يا عباد الله، فأمدهم بألف من الملائكة مردفين، فلما وصلوا السؤال أمدهم بثلاثة آلاف، ثم أتم خمسة آلاف. كل هذا تثبيتا لهم وطمأنة لقلوبهم وتبشيرا لهم. انتبهوا، فحري بنا يا عباد الله أن نجتهد في هذا الأمر، وأن نستغيث ربنا تبارك وتعالى أن ينصر عباده في غزة وفي سائر بلاد الإسلام، وأن يهلك أعداءه. فاللهم انصرهم يا رب العالمين، وأمدهم بمدد من عندك، وأغثهم وأهلك عدوهم. اللهم عليك بأعدائهم، عليك باليهود وأشياعهم، ردهم خائبين خاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونكمل في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.